أسعد الله أوقاتكم بالمسرات، طبتم وطابت أيامكم. اليوم حنتكلم عن بعض الحالات اللي يفترض فيك أنت كمربي أنك ما تتدخل، يعني عنواننا اليوم هو لا تتدخل. حنبدأ بالحالة الأولى الشائعة، هي لما توضع أو تضع الأنثى البيض. هذه الحالة فضول عند المربي أنه يحاول يستكشف ويشوف ويتعرف ويتقرب ويشوف عن قرب إيش قاعد يصير. حاول انك يعني تكبح جماحك شوي عفوا، وتخلي الانثى تاخذ راحتها في وضع البيض، لانه هذه مرحله حساسه، حتكون عصبيه، حتكون مزاجيه، حتكون اعصابها مشدوده، فاي تدخل منك حيزيد الامر سوء وحتضرها، واحتمال كبير انه يصير عندها شيء احنا نسميه احتباس البيض. احتباس البيض هذا يجي لما تتعرض لظروف فيها توتر عالي في وقت يفترض تكون مرتاحه اكثر ما يكون. إذا أفضل حاجة نقدمها للببغاء لما تحاول تبيض إن نبعد عنها، نوفر لها ما يسمى بالأمان. الأمان هي إنها ما تشوفك، إنها تبقى في مكانها، في عشها، في قفصها، بعيد عن أنظار الآخرين. هذا أفضل شيء يخليها ترتاح وتركز في عمليتها، تركز في شغلها، تركز في وضع البيض. لكن لما تكون أنت موجود أو في أطفال أو تفتح العش كل شوية، حتصير هي مشغولة بالهجوم اللي قاعد تشوفه أو بوجودك، وبينما هي تحتاج كل طاقتها في أنها تركز على كيف تطلع البيضة بشكل مناسب، بشكل بدون مشاكل، بدون أي مضاعفات تصير. احتباس البيض لما يصير عندها تقلصات معينة في فتحة المجمع أو في فتحة الإخراج أو بعد الرحم، هذا كله ممكن يسبب عندها تشققات، ممكن يسبب نزيف، ممكن هذه الأشياء البسيطة. لكن الأشياء السيئة انه يسبب عندها تقلص قوي بحيث ما تقدر تطلع البيضة، وبالتالي تنحبس داخلها وتسبب لها الموت. طبعا اخراج البيضة في هذه الحالة يكون عن طريق تدليك فتحة المجمع بزيت اي نوع من انواع الزيوت، لكن زيت زيتون مثلا هو الشائع، هو الامن. ومحاولة كمان ادخال الزيت في الداخل عن طريق السرنجة او عن طريق اي وسيلة، المهم ان ندخل الزيت في الداخل بحيث انه يسهل عملية اخراج البيضة. وهذه الحالة يعني ان شاء الله ما نوصل لها، لكن اذا احتجتها يكون عن طريق تزييت المكان من الداخل، وبعدين مساعدتها بالضغط في الجانبين بشكل لطيف حتى تطلع البيضة بسلاسة. فيه أخطار ممكن تصير في هذه المرحلة، لما تحاول تساعد الطير إنه يخرج البيضة ممكن تنكسر البيضة في الداخل. إذا انكسرت حيصير أطراف قشرة البيض فيها حدة، ولما تخرجها وتسبب جروح في الداخل، ومما يسبب نزيف ومضاعفات مع احتكاك هذا النزيف وهذه الجروح المفتوحة مع الفضلات لما تطلع. على العموم نفهم الوقاية خير من العلاج، اتركها مهما شفتها، هي طبيعي انها حتصير زي التعبانة، زي المنهكة، وتنفسها سريع ومزاجها مشدود اعصابها، اتركها. هذا افضل شيء تقدمه لها انك تتركها. مهما فهمت انك لازم تتدخل وتساعد، لا لا لا، اتركها افضل. كمان الاغذية، اذا قدمت لها اغذية فيها سوائل عالية مثل الخيار، مثل الخس والمأكولات او الخضار اللي فيها السوائل عالية، هذه حتساعدها في انها تطلع البيضة بشكل افضل، افضل من الاكل الجاف. اتمنى انكم استفدتم من هذه النقطة. النقطة الثانية اللي ممكن نتكلم عنها ان شاء الله اليوم او في وقت اخر، اللي هي حدوث الاصابات مثل الكسر البسيط.